أقام نادي النساء والولادة التابع لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة حملة توعوية بسرطان عنق الرحم وأهمية التطعيم منه وتعريف المجتمع بأسبابه وطرق الوقاية منه. الهدف أولي يكون توعوي بالذات أنه تماشياً مع قرار وزارة الصحة اللي سمحوا به بتوفير اللقاحات للفتيات، فكان هدفنا توعوي لأنه أغلب السيدات وأغلب أولياء الأمور كان عندهم تساؤلات جداً كثيرة، فحبينا أنه نحاول نجاوب على أسئلتهم ونوعيهم ونشرح لهم أكثر على نفس المرض وعلى اللقاح، وكمان كأنه له أنه هو نشاط طلابي، فكنا بنعزز ثقة الطلاب في نفسهم كيف يشرحوا، وهذا دورنا أصلاً. إحنا الحمد لله في البداية بدأنا من يوم الخميس الماضي من الساعة 5، إحنا من 5 العصر إلى الساعة 11 المساء، كانت يوم الخميس والجمعة واليوم يوم السبت، والحمد لله يعني لقينا فيه إقبال جميل بين الناس، ولقينا الناس يعني حتى بتسأل أسئلة مرة حلوة، يعني بتحاول إنها تفهم إيش هو سرطان عنق الرحم، إيش هي التطعيمات، كيف إنه له تطعيم، فكان الإقبال جداً جميل الحمد لله. النادي الذي أسس بيد طلاب كلية الطب وبدعم من الجامعة يسعى دائماً لنشر الوعي الصحي تماشياً مع رؤية المملكة 2030. هذا النادي هو نادي طلابي تحت مظلة كلية الطب. أهدافنا إحنا نستهدف المجتمع لرفع الوعي الصحي فيما يخص النساء والولادة، وأيضاً الطلبة اللي هم أطباء المستقبل لتعزيز معرفتهم في هذا المجال. هذا مجهود طلاب فقط ولا كيف؟ الطلاب طبعاً بدعم من كلية الطب وجامعة الملك عبدالعزيز وأعضاء هيئة التدريس. رغم أنه من أكثر السرطانات شيوعاً بين النساء في المملكة، إلا أنه بخطوات بسيطة يمكن الوقاية منه، وهذا ما سعى إليه هذا النادي بطلابه وأطبائه. لجريدة المدينة، أيمن خضر، جدة.